إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب. بالدنيا التاجر الكاذب والله باب أول هو باب عشر ما بيحصل، هذا كذب فعليه عذاب بالدنيا، تجارة عيته ما هيكون فيها بركة. والله يا شيخ ما اشتغل لك شغل سوبر دولوكس، لا لحق السوبر ولا لحق الدولوكس، اشتغل لك شغل مش من أفا إيده من أفا أجره، هذا العذاب على من كذب ما هيكون فيه بركة. بالزواج حطلع مأخر 100 مليون، والله يا شيخ هذا حبر على ورق، عارف حال حبر على ورق، هذا العذاب على من كذب، زواجك ما هيكون مبارك عشانك بلشته بكذب، بلشته بتدليس. بكل شؤون حياتك، والله بده يترشح على الرئاسة أو على النيابة، بجيب لكم الكهرباء 24، بجيب لكم كذا، بجيب ما جبلنا خروجة الراس. العذاب على من كذب. ففي الدنيا قبل الآخرة أي إنسان يتخذ الكذب منهج حياته فعليه عذاب.